السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودائما راح نواصل مع الوصفات السهلة البسيطة الاقتصادية وكذلك الناجحة إن شاء الله 100%. راح نقدم لكم اليوم هاد الخبز تاع الكوشة. وش نقول لكم؟ قد ما نشكر لكم قد ما نقول لكم عليه قليل. يجي كيلي بونج خفيف خفيف كالريشة. كاينة مشتركة طلبت مني الوصفة ويعني حبيت نلبي لها طلب ديالها. أما التحلية تاع اليوم هي تحلية موس الشوكولا. درت لكم طريقة سهلة بسيطة بدون تعقيدات، يعني أي وحدة مبتدئة راح تدير الوصفة وتنجح فيها إن شاء الله. فقط كاين واحد النقطة ولا زوج اللي لازم يعني تتبعوهم اللي تثبتوا عليهم في الوصفة هكذا باش تنجحوا فيها 100%. وكالعادة راح نبدأ الفيديو تاعنا بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. نقولوا بسم الله وعلى بركة الله وندخلوا مباشرة في الوصفات ديالنا. واللي حب تدخل للفيديو هكذا باش نطيبوا كيف كيف أو بغرض الاستفادة فضغطينا على هذاك اللايك فضلا وليس أمرا. راح نبدأ العجينة تاع الخبز. عندي زوج كيسان ونص من هاد الكاس تاع 220 مليلتر من الحليب الدافئ. درتهم في هذاك البايركس. عندي زوج مغارف كبار من السكر ومغرف كبيرة من الخميرة. الخميرة توجور يعني نديروها على حسب الجو وعلى حسب درجة حرارة المطبخ. انا درت مغرف كبيرة معمرة مليح مليح، يعني مغرف كبيرة بومبي. درت هذوك زوج مغارف كبار تاع السكر وزدت هذيك المغرف كبيرة تاع الخميرة. خلطت كل حاجة في هاد الجفنة، غطيتها وراح نخليها، يعني راح نخلي هذيك الخميرة تتفاعل شوية، ربما راح تدي لكم 5 دقائق ربما 10 دقائق. يعني قلت لكم كل واحدة ودرجة حرارة المطبخ ديالها. انا راكو شفتوا الخميرة كيفاش تفاعلت. عندي هذا الزرارات تقدروا تضيفوهم دركا تقدروا تضيفوهم لاحقا، انا حبيت نديرهم دركا. فيهم سانوج، حبه الحلاوه، زريعة الكتان، فيهم البذور تاع اليقطين، يعني فيهم شحال من حاجه. شريتهم عند بائع توابل امين وشاركت معكم الفيديو بكامل التفاصيل. وبديت نضيف الفرينه تدريجيا، يعني مبدئيا بما انه هذا الخبز ما فيهش دلك بزاف نقدروا نقول يعني هو خبز بدون دلك. والنتيجه تاعو راكم شفتوها في بدايه الفيديو، يعني يجي كيل خفاف، يجي ما شاء الله. جربوا الوصفة وعينيكم مغمضين. أنا فقط درتها خبزات مدورين متوسطين الحجم. أنتم إذا درتوهم كبار حيقطعوا لكم زوج خبزات فقط. هاي ليك هنا راح تخلطوا فقط بالمغرفه مادام العجينه تاعكم طريه، يعني ندير لها شويه فرينه. لما تولي بقوام تاع البغرير نبداو نخبطوا فيها واحد الدقيقه ولا زوج. لما نحسوا بلي هذيك العجينه كي شغل بدات تربي الخيوط نزيدوا نكملوا بقيه الفرينه. الكميه اللي درتها تاع الفرينه، الكميه المضبوطه في هذه المقادير هي 750 غرام. وعلى كل حال راح نخليكم كامل المقادير في صندوق الوصف. بالنسبة للقوام تاع العجينة يعني راح نديروها طارية نوعا ما تلتصق في الأيادي. دوكا تشوفوا كيما توجور نقول لكم سر النجاح في الوصفة تاع المعجنة تاع البيتزا تاع الخبز هو أنكم تشوفوا القوام في الأخير كامل تاع العجينة. هذاك هو اللي تخدموا به، لأن الفرينة تختلف من مكان إلى آخر. الكاس ربما واحدة تعمر واحدة ما تعمرش. مثلا إذا كانت الوصفة فيها مثلا البيض كل واحدة وحجم البيض ديالها، وكاين بزاف حوايج واحدة أخرين. لهذا من الضروري نشوفوا القوام تاع العجين في الأخير. لما طميت هذيك العجينه عندي زوج مغارف كبار تاع الزبده، ماشي مغرف كبيره، زوج مغارف كبار تاع الزبده بدرجه حراره الغرفه. دخلت الكميه تدريجيا، يعني ندخل شويه زبده ونخبط، ندخل شويه زبده ونخبط حتى نتحصلت على هذا النتيجه. يعني تقريبا لما ندخلوا الكميه تاع الزبده في العجين راح يكون بمثابه دلك خفيف لهذه العجينه. غطيتها وخليتها حتى تخمر الحجم مرتين وتحصلت على هذا النتيجه. يعني شوفوا الخبز تاعنا وشحال ساهل ساهل ماهل، لكن النتيجة النهائية يعني مقارنة بالمقادير تاع هاد الوصفة مقارنة بمدة الدلك يعني روعة روعة. أنا كيما شفتوا بعد ما خرجت الخمور لهاديك العجينة، يعني ما تخرجولهاش هذاك الخمور 100%، شوية شوية خديت هاد الصواني يعني جاي متوسطين الحجم، شاركتهم معكم قبل في مشترياتي. تنت سنيوة بالكمية مليحة تاع الزيت وحطيت فيها الكمية تاع العجين اللي تكفيها. هنا أهم حاجة في هاد الخبز، مثلا راكو تشوفوا الصواني تاعي كيفاش راهم. لو كان مثلا ندير لهم يعني كمية كبيرة تاع العجين ونحاول نكسل الخبزات في هاد السنيوات أكيد
الخبز تاعي راح يجي يعني منفخ ويجي طري، لكن من الداخل راح يجي فيه البابة بزاف. ولهذا حاولوا السمك تاع العجينة تاعكم ديروه متوسط، ما تديروش رقيق بزاف وما تديروش خشين بزاف، وإلا يعني النتيجة ما راحش تخرج لكم كما شتوها كامل في بداية الفيديو. هنايا خليتهم يخمروا كما راكم تشوفوا هامليك، هنايا ما خمروليش 100%، مزلهم واحد 20%، يعني مزلهم شويه يزيدوا يطلعوا. في هذاك الوقت خديت هاد الصفار تاع البيضة اللي درت له شويه حليب وشويه نسكافيه ولا قهوه سريعه الذوبان، وبديت يعني ندهن في كامل الوجه تاع هاد الخبز بهذوك المكونات. يعني هنايا مين راني ندهن في الوجه تاع الخبز بهاد البيض، وهو راه يكمل هذاك التخمير ويزيد شويه يكملها داخل الفرن، الخبز تاعكم يعني راح يجي بزاف شباب. درت له هذاك الزرارع من الفوق ودخلته الى فرن يكون مسخن مسبقا. خلوا الخبز تاعكم يطيب عادي من تحت، عاودوا حمروه من الفوق. اذا كان الفرن تاعكم فيه مراوح فراح يطيب من تحت ومن الفوق في نفس الوقت. بالنسبه للتحليه ديالنا، شوفوا انا درتها لكم في الميزان الكميه تاع الحليب حوالي 100 مليلتر ولا 100 غرام. شوفوا شتو وين تلقاو هذاك الديسه تاع هذا الكاس تاع 220 مليلتر، اهبطوا تحته باصبع واحد فقط. فرغتها في هذه الكسرونه ودرت حبه نتاع بيض. هنا شوفوا راني نخلط بارد في بارد، لازم تفتحوا كامل هذيك الحبة تاع البيض في هذيك الكمية نتاع الحليب. أهم نقطة في هذا التحلية ولا النقطة الأولى هي هاد المرحلة، راح نحطوه فوق النار، نقصوا للنار كي شغل راح تطفى، وبداو خلطوا خلطوا يعني التقليب المستمر حتى تحسوا بلي هذاك الخليط بدا يختار شوية. عندي 200 غرام من الشوكولا السوداء، ضروري الشوكولا تاعكم تكون سوداء، نسبة الكاكاو فيها تكون عالية أكثر من 75%. أنا يختمت بهاد الماركة أمباسادور، ختمت لكم واحد النتيجة بزاف هايلة، ماكسونواغ كذلك تمد لكم نتيجة مليحة، لكن أمباسادور خير أو خير. راح نحكم غيسيبيون، نفرغ فيها هاديك الشوكولا، حاولوا تقطعوها قطع صغيرة هكذا باش تذوب لكم بالخف. شوفوا هنايا هاديك الحليب وهاديك الحبة تاع البيض كيفاش تقلولي، هنا لازم تحركوا تقليب مستمر والا هذاك البيض كامل راح يطيب لكم. اذا فشلتوا في هذيك المرحله عاودوا ديروا كميه حليب واحده اخرى وحبه تاع بيض واحده اخرى. كيما شفتوا ما حركتش تمتم، حطيت لهذاك البابي الومنيوم وخليتها واحد زوج دقائق فقط، لما تروحوا تخلطوها تصيبوا بلي الشوكولا تاعكم ذابت 100%، كيما راكم تشوفوا تماما. يعني ماشي تمتم نخلطوا في الشوكولا ديالنا، هكذاك راح نبردوا هذاك الخليط تاع الحبه تاع البيض والحليب والشوكولا تاعنا ما راحش تذوب تمتم. اذا ما ذابتلكمش تقدروا تدخلوها للميكروويف واحد الدقيقه ولا 30 ثانيه ولا، وعاودوا خلطوا هاد المكونين حتى يذوبوا مع بعضهم البعض 100%. هذه هي النتيجة اللي تحصلنا عليها. دوك نحطوها جانبا ونكملوا المرحلة الثانية تاع التحلية. عندنا غيسيبيون راح نديروا فيه كأس مملوء جيدا من بودرة الشانتيي، وكأس كذلك مملوء جيدا من الحليب البارد. قبل ما تبداو الخدمة تاعكم فرغوا الحليب وعايروا كذلك بودرة الشانتيي وديروهم في المجمد الوقتها ما تبداو. كذلك المرحلة الثانية المهمة في هاد الوصفة هو أنه بودرة الشانتيي تاعكم ولا الكريمة تاعكم ما تطلعوهاش كيش غرق تزينوا بها الكيك، يعني راح نخلوها بواحد القوام خفيف، راح نطلعوها شوية فقط، مشي سائلة ومشي متماسكة 100%. وين تبدأ تطلع لكم فقط تبدأ تتنفخ غير شوية التمات راح تحبسوا. هاي لك حاولوا تتحصلوا على هذا النتيجة، يعني راهي طالعة شوية لكن مشي يعني هذيك الدرجة اللي نقدروا نزينوا بها الكيك، ضروري تخلوها هكذا خفيفة. أنا دوكا واش نديرو، راح نحكمو هذاك الخليط تاع الشوكولا الحليب والبيضة هذيك اللي درناها من قبل. يعني هنايا اللي راهم يتسائلوا ولا يجي في راسهم باللي هاد لاموس راح تجي فيها ريحة البيض، أنا نقول لكم على ضمانتي جربوها 100%، ما كانش وحدة يعني متحبش الريحة تاع البيض هذاك الخضر في التحلية في أي حاجة كيما أنايا، لكن صدقوني التحلية 100% ما فيها حتى ريحة تاع بيض. هنايا تبقاو يعني تقلبوا من الأسفل إلى الأعلى كيش وراكو ديروا في لاجينواز هكذا باش ما يروحلكمش هذاك القوام تاع لاموس ديالكم. شتو ما تبردوا نرفدوها بالمغرفة تحسوا كشغل فيها يعني نقاطي من الداخل، تحسوها معمرة لهوا هكذا تجي خفيفة وتجي بزاف بنينة. بالنسبة للحلاوة تاع هاد لاموس تجي معتدلة، اللي يزيد يحبها تجي مرة خير وخير. ديروا مغرف كبيرة تاع الكاكاو وزوج مغارف يكون نوعية جيدة، راح يمدلكم لون شباب لهاد لاموس ديالكم، وكذلك راح يكسر لكم هذيك الحلاوة إذا ما كنتوش تحبوا الحلاوة بزاف.
هاي اللي كندرتو في لابوش ولا في كيس الحلواني، وعمرت الكيسان دياولي. راح نحطهم حتى يبردو مليح مليح، ونعاود نشوفو القوام في الاخير كامل. حتى هو الخبز ديالي بعد ما خرجته من الفرن خلوه يبرد مليح مليح. نحوم صواني ديروه فوق شبكه تاع فرن هكذا باش ما يعرق لكمش، وراح تستمتعوا باحلى خبز تاع كوشه تقريبا نقدر نقولوا عليه بدون ذلك. هذه هي لاموس ديالنا بعد ما بردت بالطبع. شوفوا القوام ديالها، اللون واش نقول لكم، اللون تاع شوكولا بزاف شباب. فقط الاضاءه هنا كانت شويه قويه، ولهذا اللون تاعها راه يبان فاتح. ان شاء الله تجربوا هاد الوصفتين، يعني راني نطلق لكم فيديوهات شويه بكري على اساس تشوفوا الوصفات وتقدروا تجربوهم في نفس اليوم. تقريبا كامل الوصفات راهم سهلين وبسيطين، والمكونات تاعهم متواجدين في اي مطبخ. وصلنا لنهايه الفيديو، وفي الاخير ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.